أي المناطق اليوم في العراق لا تزال خواص الرخوة. جواب دبلوماسي أكيد لديكم معلومات ممكن أن يعود فيها. هذه الحكومة هي التي تبنت كل المؤسسات في الحكومة فيها فساد. أهلا بكم أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عالي الحوار. ضيفي هذا اليوم هو الأستاذ جمال الأسدي المفتش العام في وزارة الداخلية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بقناتكم الكريمة ببرنامجك مشاهدي برنامجك. يا مرحبا أستاذ جمال. مباشرة ربما فترة قصيرة منذ توليك منصب المفتش العام في وزارة الداخلية، ما هي أبرز الأشياء التي استطعت أن تضع يدك عليها في هذا المكان؟ سؤال راسا دخلت بالاعمال. اي تمام. انا حقيقه باشرنا يوم 4/12/2018، ان تقريبا صار لنا بحدود شهرين ونص في وزاره. الكثير من الاعمال المفتشيه هي استمراريه لعمل سابق عندنا. يمكن اكثر موضوع اثير بالاعلام موضوع عقد السيارات السيوبوشي. باعتبار انه الكثير من العراقيين لهم هوايه بالسيارات، لهذا اهتموا بهذا الموضوع. لكن هناك كانت مواضيع اكثر اهميه وخطوره، تزوير الجوازات، اصدار وثائق بغير حضور اصحابها، اصدار وثائق بمعلومات غير صحيحه، هذه خطورتها على المجتمع اكبر من مساله السيارات، بالرغم من انه موضوع السيارات بشبهه فساد كبيره. وصدر به قرار مجلس التحقيق وتم مصادقه عليه من وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء باعتباره وزير الداخلية وبالوكالة. نعم. فقد إجراءاته. فإعلاميا ممكن عقد السيارات هو أكثر المواضيع اللي أثيرت بها جنبة إعلامية. نعم. للمعلومات العامة للناس في السيارات وأسعارها وأوضاعها، وإضافة إلى الخزين اللي موجود في صدر الناس كلها لحالات الفساد الموجودة كبيرة في الدولة بشكل عام. عموما دائما العقود اللي تتسم بالتجهيز لوزارات الدولة تثور عليها الشبهات. لهذا انه هذه المرحلة السابقة كانت يعني هذه العقود سببت الكثير من الأزمات. نحاول نؤدي عملنا، نؤدي دورنا بوضوح وشفافية عالية اصلا للإعلام، حتى للأشخاص المتعاقدين مع الوزارة ايضا، يعني نقول لهم هذه أخطاءكم، هذا وضعكم. إذا كان هم عندهم أخطاء معينة بالعقد، وأيضا حتى موظفين الوزارة أيضا نقول لهم هذه أخطاءكم، هذا وضعكم. إذا عندكم شيء تدافعون عنه وحقيقي إحنا مستعدين نسمعه، ما عندكم شيء تدافعون عنه عليكم أنه تتحملون إحالتكم للقضاء والقضاء يحكم عليكم. طيب. نتأمل أيضا من القضاء أنه يكون أيضا في أعلى مستويات التدقيق والعمل الجاد في هذه الأمور اللي احنا نبذل كامل الجهد انه نحيلها الى هيئة النزاهة، وهيئة النزاهة ايضا تكمل تحقيقاتها الجزائية وتحيلها الى المحاكم المختصة. طيب. هذه الحالات هي نوع من انواع مكافحة الفساد، لانه اليوم انت الشخص اللي يخطأ خطأ سيء النية عليه ان يتعاقب. اذا ما تعاقب الشخص السيء النية راح يعطي حافز للآخرين أنه يصيرون أيضا سيئين النية. طيب. إذا ما يعني شوية حكينا بالتفاصيل عقد السيارات الميسيوبيشي، أنت ذكرت أنه الإعلام يعني كان مسلط الضوء على هذا الموضوع، لكن أيضا استدعى سفر المفتش العام لوزارة الداخلية إلى الدولة المجهزة. كان أيضا هناك يعني اهتمام كبير من جنابك بهذا الموضوع، يعني ربما وليس فقط الإعلام. قبل قليل جنابك للكادر العمل قلت له الشيطان يكمن بالتفاصيل. نعم. وحقيقة أيضا أنا هم أقول لك الشيطان يكمن بالتفاصيل بالتحقيقات. طول أي تحقيق يثير الشبهات. احنا بالضبط 12 يوم من يوم 24 أو 22/1 إلى يوم 13/2 حسمنا التحقيق بشكل كامل. الدولة من تريد تحسم تحقيقات تستطيع حسم التحقيقات بأسبوعين أو ثلاثة. تأخير التحقيقات بالروتين يعرضها لتشويه الأدلة والإثباتات والبيانات. احنا بالذات ما سافرنا إلى الدولة بقدر ما خاطبنا وزارة الخارجية مكتب المفتش العام اللي الدورة فاتح حسب طلبنا أنه ردنا أنه نعرف ما هي أسعار
الأمور المتعاقد عليها في دولة الإمارات والأسعار في اليابان في طوكيو في الشركة المجهزة أيضا. وجتنا المعلومات كاملة في دولة الإمارات. جانا الوكيل الحصري الحبتور هو وكيل سيارة ميتسوبيشي تقريبا 74 ألف درهم يعني بحدود 20 ألف دولار. وفي اليابان أيضا أجتنا وصولات بالبيع للشركة المجهزة. أصل هذني الأسعار يعني الإشكالية بي في بالعقد هي هذه مسألة الهدر بالمال العام، لأنه من جينا شفنا أن هناك فرق بين المبالغ الموجودة بالسوق سواء المحلية أو الإقليمية أو أسعار الشركة المجهزة. نعم. مع فرق اللي موجود بالوزارة أشرنا موضوع هدر بمال عام، إضافة إلى الأمور الأخرى اللي اكتشفناها من خلال التحقيقات. مثلا أنه الوزارة يفترض أن كانت تتعاقد مع مجهز حصري أو وكيل حصري، بينما هو ما لقينا أنه وكيل حصري، يعني هناك مجهز سيارات فقط مو وكيل حصري، ولا لقينا أنه هذا المجهز الحصري أنه هو وكيل مسجل وفق قانون تسجيل وكالات بالعراق رسميا، يعني ما مسجل. بالتالي أنه كان خطأ الوزارة أنه ما تدقق بالمعلومات، إضافة إلى خطأ المتعاقد أنه ظل للوزارة أنه قال أنه أنا وكيل حصري بينما هو مو وكيل حصري، أنه قال أنه أنا مسجل بالشركات وهو مو مسجل بالشركات، يعني هذه الأمور تعتبر تضليل. هذه الأمور القانونية الرئيسية اللي طتنا مجال في مجال العقد أنه نتخذ قرارنا في طيب إنهاء العقد. بس إن حسم العقد يعني هل سيعاد النظر به؟ لو ستسحب الأموال من سيحاسب؟ أكو تفاصيل بهذا الموضوع؟ عموما بالتحقيقات من غير الصحيح أن تكشف كل التحقيقات، يعني هذه الأمور تترك للقضاء. هناك توصيات يصدرها المجلس التحقيقي، والتحقيق برئاسي كان في موضوع المكتب المفتش العام للأهمية العالية، اعتبار أنه هناك من الجهات الضاغطة الكثيرة اللي مو كل موظف يستطيع أن يوقف بوجهه، اعتبار عقد مو عقد قليل، عقد 231 مليون دولار من العقود القليلة في الوزارة عدا عقود التسليح. بأمور بالتوصيات ممكن تكون قاسية على المتعاقد، من ضمنها مصادرة خطاب الضمان، من ضمنها الحاجز على الأموال المنقولة وغير منقولة للشركة، والتوصيات الأخرى يعني التوصية إلى الدائرة القانونية بالوزارة أنه تسوي شكوى على المدير المفوض، يعني بعض التوصيات الأخرى التخصصية في عمل الوزارة. بالنتيجة الوزارة ما دفعت ولا دولار في هذا الموضوع، يعني ما خسرنا الوزارة مبالغ مالية، والعقد بعد أيضا ما داخل حيز التنفيذ. السيارات جهزت؟ أكو رقم؟ لا ما جهزت. هو كان أكو خطوة واحدة قبل أن يصل العقد إلى التجهيز، لا إلى النفاذ، وهي الخطوة أنه تذهب لجنة من الوزارة إلى تايلاند، باعتبار أنه الخطوط الإنتاجية ما موجودة في اليابان، موجودة في تايلاند، وأنه يفترض أن هذه اللجنة أن تروح تطلع على هذه الخطوط الإنتاجية حسب بنود العقد. احنا قبل ذهاب اللجنة بأربع أو خمسة أيام يعني طلبنا التريث من عندهم لحين إنهاء التحقيقات حتى نكون أكثر دقة في العمل. لو كان اللجنة ذاهبة إلى تايلاند لدخل العقد حيز التنفيذ. أعتقد كان المجهز أو المتعاقد يمكن أخطأ في مسألة جلب للسيارات إلى العراق بدون أن يكون العقد نافذ، مما سبب له خسارة، بالتأكيد يسبب له خسارة. بس هذا الخطأ يعني هو يتحمل مسؤوليته. هسه وين السيارات؟ يعني حسب علمي كانت أكو 200 سيارة في أبو الخصيب أو شيء هي ما دخلت بالعدود، يعني أنا بالجمرك، ساحات الجمرك. وحسب ما سمعنا يعني من بعض الممثلين الشركة من يتكلمون مع العقود أنه بعض الوجبات مال السيارات جاية إلى الكويت وجاية. حقيقة في عمق الموضوع أنت تتألم أنه أحد يخسر، بس بالنتيجة هذا الخطأ هو يتحمل المجهز، لأنه الوزارة ما قالت له أنت تعال جيب السيارات، هو أسرع في تجهيز السيارات وأكيد راح يعني تكبد خسارة. كأنما هو يتعامل بملء اليد، أنه الموضوع يعني صار من المسلمات وخلص، أنا أباشر بعملية التجهيز لحين
إنجاز بقية البنود في العقد، شنو رأيك؟ ممكن صار طبعي الشخصي ما أسيء النية بالغير، أحسن النية بالغير. ممكن أنه قراءته لبنود العقد كانت غير واضحة، الاستشارة القانونية للموجودين عند القانونيين غير واضحة، سماع لبعض الأمور الشفهية لبعض الموظفين بالوزارة كانت غير دقيقة، كان عليه أن يتعامل بشكل ورقي. هذا الموضوع كله هو يعني خارج إطار مسألة الهدر بالمال العام. اليوم من نشوف أكو مبالغ مالية أكثر من قيمتها، يعني بضاعة أكثر من قيمتها بالسوق المحلية، أكيد تثير الانتباه. أنت قلت يعني بداية الإعلام هو يهتم لهذا الموضوع، أنت هم أول سؤال سألته متجه بهذا الموضوع. زين. المواطن هو يقول لك أنا مثلا أشتري سيارة، أعرف سعر السيارة بسوق أنا موجود، بمجرد أنه إحنا قلنا أكو شبهة باعتبار هذه السيارة سعرها، هي صارت ضجة، لأن الضجة على السعر، السعر أكثر من الطبيعي الموجود بسوق المحلي. فأكو أمور هي يعني خلينا نقول هي شايرة إلى نفسها أكو بيها مشكلة. حتى أختم هذا الملف، أكيد ليتصدى لملفات الفساد هسه بشكل عام بالعراق يتعرض إلى ضغوطات من بعض الجهات، هسه على مستوى حكومة، على مستوى أحزاب، مورست عليك بعض الضغوطات في هذا الاتجاه؟ طبعا يعني شيء طبيعي، انت مجرد انه تعمل بالرقابه انت يمارس عليك الضغط، بس هو شنو عنوان الضغط مثلا؟ مرات يكون الضغط انه بمحاوله التاثير على التحقيق. مثلا يخرج نائب بالتلفزيون ويجي مثلا يتدخل في موضوع اصلا انت بعدك في اجراءات التحقيق، هذا اصلا يعني مخالف عليه جزائيا، يعني انت ما تقدر تتدخل بتحقيقات انا دا اجري بها التحقيقات، انت معناها تاثر على القرار مالتي في اجراء التحقيق. ومثلا شخص اخر مثلا عنده فد وضع يعني وظيفي مثلا تشريعي او شيء، ويجي يطلب من عندك انه انت تعال اعطيني اوراق التحقيق، انا مو بعنوان انه ضغط، بس انت تحس بيها انه ليش يعني ليش تريد اوراق التحقيق؟ شنو مصلحتك تاخذ اوراق التحقيق؟ شنو علاقتك انت فرضا انت، مع احترامي طبعا يعني اشهد ما بالله انه اعضاء لجنه النزاهه النيابيه، اعضاء لجنه الامن الدفاع كانوا خير ساندين انه في موضوع ملفات خاصه اللي نفتحها هذا الموضوع او غير موضوع، لكن اكو بعض الاشخاص اللي يبحث انه دائما انه يحاول انه يحصل على فد اوراق معينه لامور غير اخرى، يجوز حسن النيه يعني ما اعرف، بس بالنتيجه هذه نوع من انواع الضغط للتاثير على اجراءات التحقيق. عموما احنا اجرينا التحقيق بكل سلاسه بكل شفافيه، وحتى قبل ما نصدر القرار طلبنا انه جلسه جديده انه تعقد بين الوزاره وبين الجهه المتعاقده حتى نقول له انه انت عندك هذا الخطا وهذا الخطا وهذا الخطا، يعني بوقتها ثبتناها بثلاث اخطاء، انه انت منو قال لك تجيب السيارات والعقد غير يعني ما نافذ اصلا، واثنين ليش اكو فرق بين سعر السيارات بين الـ مثلا الوكيل موجود في الامارات وسعر السيارات المعروض، والشيء الاخر انه انت ليش ما مسجل الوكاله الحصريه وانت الان قلت انا وكيل حصري، كانت اسئله رئيسيه قبل اصدار القرار. شنو كان جوابه؟ الجواب الاول في مساله السيارات قال انا اعتقدت انه العقد نافذ وساري باعتبار انه اللجنه راحت لليابان، وانه هذه اللجنه دا تروح تايلاند لجنه شكليه، بينما هي بالعقد مشار لها انه يجب تروح لليابان تشوف الخط الانتاجي، ما معقول انه دوله تروح تشتري اليات ما تشوف الخط الانتاجي، جزء اصلا ما مجمع للاجواء العراقيه، واقعا هي ما مجمع للاجواء العراقيه الاجواء الخليجيه. الموضوع الثاني فرق سعر السياره، يعني سمعت من يعني او المتعاقد انه يقول انه هذه الشركات بالدول المجاوره تحاول تحارب المستثمر العراقي وتاذي المستثمر العراقي، إنه هو عارضها $20,000 وإحنا علينا تكاليف وإحنا علينا فلوس وإحنا علينا نقل. والموضوع الثالث في مسألة تسجيل الشركة قال ماكو مشكلة هسه نسجلها، النتيجة إحنا نتعامل مع نصوص قانونية واجبة علينا أن ننفذ القانون، ماكو مشكلة هسه نسجلها، أنت جاي مثلا أنت جاي لي أنا وكيل حصري، بعدين تظهر أنت مو وكيل حصري، بعدين تظهر انت ما مسجل الوكاله مالتك امام
مسجل الشركات اصلا ايضا المشكور مسجل الشركات عفوا المفتش العام وزاره التجاره ومسجل الشركات انه راسا جاوبنا خلال 24 ساعه اقل من 24 ساعه يمكن 4 ساعات جاوبنا انه غير مسجل في كوكاله حصريه للسيارات في 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 بالعراق. جيد، يعني هذا على مستوى التعاون نقدر نفهم انه اكو لغه اتصال بينكم وبين الجهات الاخرى على الاقل. عموما الرقابه هي مو عدوة للقطاع الخاص ولا هي عدوة للوزارة، هي شريكة للعمل مع الوزارة والقطاع الخاص لتنفيذ الأعمال بشكل كامل وصحيح وبدون شواب. ودائما الدولة عموما هي ما تحارب القطاع الخاص أنه هو يستفاد، فإذا القطاع الخاص ما يستفاد معناها ما راح يشتغل، وإذا القطاع ما يشتغل معناها يد عامله أيضا أقل، بالنتيجة واقفة. بس الإشكالية الأكبر في الهدر بالمال العام اللي يكون غير طبيعي، ان الارباح بالمنطق العقلي دائما تكون 10% 20%، بس مو من المنطق انه تكون 150%، مو من المنطق انه يكون 100%. هذا اللي مو منطق. طيب انت ذكرت لي بعض الامور حتى اللي ما مسلط الضوء عليها بالاعلام، قضايا جوازات، قضايا اخرى، يعني هذه القضايا كانت ما موجوده بالفتره السابقه لو عندما انت جيت للمفتشيه قدرت تضع اليد عليها؟ يعني ماكو مكتب مفتش عام ما عنده من الأعمال الكثير، بس في جنبة معينة هو يحاول أن يبتعد عن إظهارها للإعلام حتى لا يكون عليه الضغوطات دائما مستمرة، بالرغم من واجب الرقابة بالأمل أنه لازم تكون هي شريكة للإعلام في كشف الإجراءات اللي يسويها، حتى على الأقل تكون هذا شغلي أنا دا أقدمه. بالنتيجة التقارير السنوية المكاتب المفتشين العامين دائما لها مبالغ كثيرة ترجحها للدولة أو تمنع حذرها، وهذه المبالغ من تجي تحسبها تلقي هي بقد ميزانياتها فد ألف مرة بالسنوات العمل بها. ما أقدر أقول أني أفضل من ما سبقني والسبقني أفضل من عندي، ما أقدر أقول أني دا أكمل إجراءات معينة، يجوز أني حطيت إيدي على أمور معينة، القبلي عنده استراتيجية عمل للمكافسات تختلف عن الاستراتيجية اللي عندي. جيد. طريقة العمل مثلا تذهب سابقا في بعض الامور اني اشوفها هذه مو كانت هي الطريقه الصحيحه لمكافحه الفساد، اشوفها طريقه اخرى، مو بالضروره ان يكون صحيح ولا بالضروره القبل يكون صحيح، يعني هي طريقه مكافحه الفساد. طيب الملفات اللي ممكن وصلت لها، قضايا ذكرت لي انه جوازات وقضايا اخرى، هذه ايضا تستدعي السريه لو ممكن نحكي بها بالاعلام؟ لا ممكن، احنا دائما نسوي بيانات بس بها عموميه باعتبار التحقيقات يعني ما مكتمله وتروح للقضاء بالنتيجه، او تروح الى محكمه قوى الامن الداخلي باعتبار وزاره الداخليه اذا محكمه قوى الامن الداخلي. يعني اليوم مثلا السيارات والاليات هي ما خسرت الدوله، يعني الدوله ما دفعت فلوس، يعني بقت الموضوع اصل التعاقد وماشي، بس اكو امور اخطر. يعني انت اليوم من تصدر او بطاقه وطنيه لشخص مو هو الشخص هذا، بعدين تروح انت عبر هذه البطاقة الوطنية تروح تبيع عقارات هذا الشخص، هذه اخطر على السلم المجتمعي من اي موضوع اخر. حتى وان كانت حالة واحدة، هي طبعا الحالة الواحدة تسحبك انه الهي فيها حالات متعددة، يعني ماكو شيء مفرط ولا اكو شيء صار اول مرة جديد. يمكن انا وجودي بالعدل يعطيني وضوح بعملية طرق التزوير بالعقارات وتحويل العقارات، اللي هي أول طريقة من الطرق هي تزوير الوكالات بالتسجيل العقاري. طبعاً لو أنت شلون مثلاً تأثر على السلم المجتمعي، أنت اليوم مسافر ترجع تلقي بيتك مو لك، هذه مؤذية للمواطن، أو أنت مثلاً عندك أكثر من عقار تروح تجي تلقي العقار مو مالتك، أو أنت قاعد ببيتك وبعدين تجي تقعد تلقي بيت مو بيتك، هذه مشكلة تأذي السلم الأمن المجتمعي. فهذه من يعني وجودنا بالداخلية ووجودنا هنا تلقينا احنا نروح نتأكد من الإجراءات اللي هي تمنح للوثائق الخاصة. أما الجوازات فهو موجود عندنا يعني مستمرة، بس انه تلقى مثلا انه الجنسيات مو عراقية يمنح لهم وثائق وجوازات كلها مزورة، وتجي مثلا في سفارة العراق بالسويد او سفارة العراق في عمان، مو الخلل عندهم بقدر ما انه اكو وثائق طلعت لهم من بغداد مزورة بالتعاون مع ناس فاسدين. هذه أمور خطرة، ما تعرف تذول الناس شنو، مرهاب، هم ناس عابثين بأمن البلد ويأخذ وثائق عراقية كاملة، لأن خطورتها على المجتمع أكبر من خطورة أخرى. طيب أنا قبل أتحدث بمسألة ضرب النظام اللي تحدثنا بها قبل اللقاء، أريد أسأل عن موضوع وجودك في مكتب مفتش عام وزارة الداخلية. طرح اسمك في فترة سابقة كمفتش عام لوزارة الداخلية،
سمعنا أنه الوزير السابق عرقل وجودك في هذا المكان. هو يعني هو منظومة المفتشين العموميين بالعراق منظومة مو جديدة، يعني منظومة بال 2005 صارت. احنا تأسيس هيئة النزاهة كان إلا وجود يعني في بعض، ولكن عملنا في مجلس النواب في ذاك الوقت، استمرنا في مجلس النواب، بعدين رحنا رئاسة الجمهورية، قبل في يعني محاكمة مجرمي النظام السابق، كنا مسؤولين الفريق اللي جمع الوثائق. طيب بالرقابة والتفتيش عملنا في أول شيء مع وزارة العدل، صرنا مفتشين عمومين، وبعدها قدمنا إعفاءنا من الوزارة، وكان قابلنا يمكن بهيئة النزاهة لجنة المقابلات مع المفتشين العمومين يوم 9/5/2016، كان يفترض أن نروح إلى أحد الوزارات شاهرة، ما صار عندنا بال يعني ما صار مصدر الأمر الديواني إلى حين شهر 12/2018 هذا صدر بيه. بالداخلية لا، أكو كان مفتش عام موجود، يعني سنوات الخدمة مالته ما خلصانة، يعني الأستاذ محمد مهدي قبلنا كان مفتش عام، فخلصت سنوات الخدمة مالته، وإحنا جينا في وزارة باعتبارها أنه هي شهرة وهي قريبة من اختصاصنا، باعتبارنا أنه يعني قانونيين، دراساتنا أكاديميين أيضا، محاضرين بالمعهد القضائي، ممارسين التحقيق، عاملين في مجالات الدارة القانونية، مدير دارة قانونية، يعني مدرس في المعهد القضائي متعاقد معاهم في وزارة العدل المفتش عام، فبعض الأمور تنجمع من ضمن الاختصاص، أنت صار عندك الخيار في هذه الوزارة. طيب يعني ما عندك مشكلة ويا الوزير السابق سيد قاسم العرجي؟ أبدا ما عندي مشكلة، يعني أصلا ما كانت هي من ضمن ال إنه كنا إحنا ما نعرف إحنا أي وزارة راح نرشح، مثلا المالية أو الداخلية أو الخارجية، لأنه أي وزارة تشغر يصعد لها مفتش عام من عندهم مقابلات ومقابلين ومكملين إجراءات التعيين الأصولي. طيب أكيد عمل العدل يقترب إلى حد كبير مثل ما ذكرت مع عمل وزارة الداخلية، اليوم شو شوف الضغوطات وين بعمل مكتب مفتش وزارة الداخلية، أو على الأقل الملفات المهمة اللي جات تشتغل عليها؟ الداخلية بيها خطورة أكبر، أنت تتعامل أنت مع مجتمع أو مع إنسان من ولادته إلى وفاته، يعني كمية المشاكل أكبر، كمية الموظفين أكثر، يعني 560,000 موظف. صورت الخطورة خطورة أمنية يعني. طبعا خطورة أمنية، لأن أنت راح تجابه يعني مساحات أكثر. بالعدل أنت عندك دوائر رئيسية، عندك تشجيع عقاري، عندك التنفيذ، عندك كتاب العدول، عندك القاصرين، عندك دائرة الإصلاح، أربع دوائر رئيسية هي تعمل هذه مراقبتك بالفساد عليها. الإصلاح أصعبهن، وهذه الإصلاح دائما كنا نضرب بها أصل النظام مال الإطعام اللي هو ملف الأكبر في وزارة العدل، والأخطر للسلم المجتمعي هو في التسجيل العقاري، عشرات المشاكل من يعني من مسألة تزوير العقارات، إضافة إلى العرقلة في عمل تسجيل العقار، يعني اليوم أنت مواطن تبيع عقارك، من تروح تراجع إيراد لك 45 يوم إلى 60 يوم يلا تحول العقار بالتك مع كل التعطيلات الأخرى، يعني هذه كانت كل الصعبة، حاولنا نعالجها، قدمنا هواي مقترحات ما صارت بها حلول، يعني نتأمل أن يجي وزير جديد يعني يغير من سيستم التسجيل العقاري ويسرع من الإنجاز، ما معقول المواطن اللي يشتري عقار يطول في 60 يوم يلا يسجل العقار مع كل الإرهاقات والبهذلة والابتزاز اللي يتعرض عليها من أصغر موظف أو أصغر قصدي بداية معاملة بالباب دائرة التسجيل العقاري إلى أن ما يخلصها يلا يعني يكون مرتاح، حقيقة هو كنا نسمعها. طيب واليوم لا تزال نفس الوضعية بعدها، شكاوى ومشاكل بالتسجيل العقاري. سالي ما أريد أسأل عن تسجيل عقاري، لكن بحكم تجربة أنت تكلمت عن التسجيل العقاري، لا يزال المواطن يعني يعاني من هذه المشكلة. تقريبا احنا عندنا 28 ملف في البلد يعاني منها المواطن، من ضمنها ملف التسجيل العقاري، ملف الضريبة يعاني من التسجيل العقاري. نعم هواي أمور، يعني ملفات متتالية، ملف التحقيق في مراكز الشرطة أيضا ملف يحتاج لمعالجة. باعتقادي إذا قدرنا إحنا ننقل يعني نأرشف إلكترونيا كل السجلات العقارية اللي موجودة في 43-44 دائرة تسجيل ومديرية وقسم تسجيل عقاري في العراق كلها، ويصير بها ربط كامل لمنظومة كاملة بالتسجيل العقاري، ونرفع من أدنى
يعني المسألة موافقة البلدية وأمانة بغداد أنه لازم المواطن يراجع الأمانة بغداد، ونرفع أيضا من عندنا ملف، أنا دحكي من عندنا دا أقول تزيع عقاري، نعم. ملف الضريبة، أن المواطن مو بالضرورة يروح للضريبة. أعتقد أن أكل إمكانية أنه نوصل أنه نحول العقار أقل من 72 ساعة، أنا مو أكثر. وأن الضريبة عليها أنه تعتمد على نفسها، وإذا عندها إشكاليات مع المواطن أنه تروح تقيم عليها الدعوة المدنية لاسترداد أموالها من هذا المواطن. لا تشلب بالعقار وما تسجل إلا تبتز المواطن أو مو تبتز، أن تجبر المواطن أن يدفع هذه الأجور. ولا مثلا أمانة بغداد تجي تطلب من المواطن دائما تقول له تعال ادفع أجور تبليط، والمواطن يدفعها فد 10 مرات أجور التبليط إذا انباع البيت 10 مرات خلال سنة. فالنتيجة مو هذا منطق العقلي بالعمل. أمانة بغداد إذا عندها إشكالية مع العقار أن تقيم الدعوة على العقار وعلى مالك العقار. ضريبة عندها مشكلة على الشخص أو العقار عليها تقيم الدعوة. لا ترتبط عندنا دائرة في دائرة أخرى ونأخر معاملات ناس لفترات طويلة بسبب أنه هذه المعاملة تذهب هنا وتذهب هناك. راح نحكي على فك الارتباطات هذه، وأريد أسمع منك أيضا على قضية ضرب النظام. عجبتني هاي الكلمة من جنابك، لكن اسمح لي أخذ فاصل ونرجع. أحبة المشاهدين، فاصل ونواصل، تفضلوا بالبقاء معنا. من جديد أهلا بكم أحبة المشاهدين. أستاذ جمال، تحدثنا قبل الفاصل عن قضية فك الارتباطات في قضايا المعاملات، وأيضا يعني ربما هذا واحد من ما سميته ضرب النظام. أريد أسمع منك عن هذا الموضوع. عموما أنت عندك بالفساد سو يعني مو هيك أكو توصيف، بس عموما أكو توصيف إلي. أكو فساد يسموه كبير وأكو فساد صغير. زين. الفساد الكبير روح اضرب بيه يعني اللي مؤثرين بهذا الفساد، روح اضرب به شخوصا. الفساد الصغير ما تقدر تروح تضرب به كل الشخوص اللي يؤدون هذا الفساد الصغير، لأن أعدادها كبيرة. فإذا تريد تسرع في مكافحة الفساد لازم تروح تضرب أصل النظام، يعني مو تضرب الأشخاص، والأشخاص راح يضطرون أن يدخلون بعمل النظام ويمشون معه مثلا، وهذا في كل العالم مطبق طبعا. مثلا نعم، سأفترض أن الداخلية وأشتغل بالداخلية. يعني مثلا اليوم عندي قطاع المرور، زين، أنا اليوم تثار عندي شبهات، ما موجودة عندي هذه الشبهات واقع، بس تثار عندي هذه الشبهات أنه الأرقام المميزة هذه أرقام تباع بأرقام عالية أعلى من السعر المخصص بالرسم الحكومي. فهذا مخصص هذا الرقم الحكومي، مثلا الرقم ينباع من الدولة 15 مليون، هناك مثلا من الأشخاص يجون يأخذوا مجموعة أرقام ومن ثم يبيعها بالسوق السوداء بمبالغ أعلى. إذن أخرج أما تدخل ضمن التجارة، إذا شخص اعتيادي اشتراه الأرقام لو ما يصير لازم الدولة تمنح الرقم. أنت من دخلتها بالتجارة صارت فساد، لأن هي مو تجارة خاصة، لأن هذه أموال دولة. أنت ما راح تطير رقم الخاص الجنابك أو مثلا إن إذا كنا خارج الوزارة ما تطينا يا الرقم إنه إلا إذا عندك علاقة خاصة تأخذ حصل موافقة خاصة لا تحصل هذا الرقم. جيب. حتى لو كان هو من ضمن الرسم الحكومي. جيب. أما إذا تروح تسويها مزايدة إلكترونية علنية، وبعد أنت خرجت من مسألة إنه هذا الرسم صاعد أو نازل، راح يصير به مزايدة أصولية. مجرد وصل هذا الرقم إلى هذه المزايدة نهاية الشهر، لأن أعرض كل الداخلية تقدر تعرض 50 رقم كل شهر، وتعرض هذا الرقم، أي واحد يرسي عليه هذا الرقم، مواطن قاعد بالبيت، قاعد برا العراق، وين ما قاعد، مجرد انه هذا يشوف الرقم ياخذ وصل ويسجله بس. حتى لو كان سعره اعلى من الرقم اللي ينباع، حتى لو كان سعر الرقم اعلى او حتى يجوز اقل، يعني بالنتيجه هي مزايده. فانت بعد راح تمنع الكثير من شبهات الفساد او الفاسدين اللي يتعاملون مع هذني الملف. هسه هذا مفصل صغير، هذا مفصل بالمرور، هذا للمرور، رضا المرور. تحدثنا احنا بقضيه المرور اليوم. انا عندي المرور بها اشكاليات كثيره، من ضمنها تأخير تسجيل للسيارات مركبات، ومسألة اللوحات هذه هم مشكلة إن شاء الله تنحل بالوقت القريب. مثلا تسجيل تأخير مركبات، يعني ما من المنطق أنه أنت المرور، يعني ضباط المرور ومنتسبين المرور هم يسجلون آليات المرور، هم دورهم تنظيم السير مو دورهم يعني تنظيم تسجيل السيارة. الدولة تقدر تغير هذا النظام أصلا وتنقل كل هذا النظام تسجيل السيارات إلى خارج إطار المرور، إلى قطاع خاص، إلى أي قطاع آخر، بحيث تسجل سيارة خلال 24 ساعة وحتى خلال نص ساعة. مجرد تقدم معلومات، هذا المكتب لتسجيل السيارات به ضابط أو ضابطين، يعني هم مشرفين على الحاسبة اللي بيها الأرقام وتغيير معلومات، وإنهم القدرة أن يدخلون على السيستم مال المرور حتى يغير
الاسم المالك وتغير المرور. طبعا هو انت ليش مثلا ما تسوي هذه الحاله؟ بعض الاحيان يقول لك القضيه امنيه زين، وبعض الاحيان يقول لك لا مثلا السياره هذه شلون تنقلها هيك بهالسهوله، بينما هي سياره بالوصف القانوني عندنا اسمها منقول، يعني شيء منقول، اموال منقوله. والقانون المدني العراقي القاعده القانونيه بيه تقول حائز المنقول مالك له، يعني اي حائز للمنقول مالك له. وانت في نفس الوقت مثلا تروح هسه تشتري مثلا يمكن ذهب تشتري ب 10 او 15 مليون اغلى من السياره، يصير اغلى من السياره، ليش تشتري هذا بوصل وهذه الا تكمل معاملها شهر ونص؟ شو الفرق مثلا؟ او تروح تشتري قضيه كهربائيه هاي ربما او اي شيء اخر، اي شيء اي شيء هو يطلع قيمته اغلى من السياره، ايش معنى انت تاخذ بوصل وما تاخذ؟ اذا القضيه الامنيه هي الاساس. اذا كانت فعلا القضيه الامنيه هي الاساس، مع هاي القضيه الامنيه طبعا أساس. طبعا اذا كانت القضيه هي الامنيه الاساس، انت عليك ان تسجل السياره بعشر دقائق حتى تعرف مالك السياره فعلا هو منه، مو تبقى سياره معلقه لمده شهر وما تعرف مالكها منه، ممكن ترتكب الكثير من الحالات السلبيه في هذا الموضوع. هذا تغيير النظام راح يوخر لك الكثير من الشبهات او الفاسدين في هذا المجال. هنا يكون تغيير النظام مثل هيج اليات. طيب وايضا في المفاصل الاخرى في الداخليه، في اي مفصل اخر، في اي مفصل اخر سقطوا واحده من التجارب على هذا الموضوع؟ خلي الناس تشوف. انا باعتقادي انه مساله المرور قريب جدا انه راح نقترح المقترحات، تعرف هذا قرار تنفيذي مو قرار رقابي. الرقابه تقترح انه لحل مساله الفساد الموجوده في هذا الموضوع انه نذهب الى ضرب نظام بهذه القضيه مثلا. نروح نذهب مثلا، احنا راح ان شاء الله نقل اقرب فرصه نحاول انه نحصل على التجربه مال الحبس الالكتروني او السوار الالكتروني. تحتاجه في زون معين في منطقه معينه، يأشر عند الجهاز مجرد انه يتحرك يطلع، وانت الدوله تخسر من يعني تخلص من الاطعام مالته، تخلص من المصرف عليه، تخلص من المسؤوليه عليه باعتبار احكامها هي مو الاحكام اللي هي الاحكام عاليه ثقيله، يعني الاقل تكون من مستوى الحبس 3 سنوات 4 سنوات 2 سنين، يعني حوادث مثلا البسيطه خلينا نقول الدهس المشاجره الامور البسيطه هذه ممكن هذه انت تروح تنفذ العقوبه عليه هو يروح ينفذها في بيته. طيب. او احنا اذا كداخليه مثلا بدل ما نروح نوقف الضابط عندنا او المنتسب، روح احنا نقول له انت هذا السوار الالكتروني يجبرك انت تبقى في مكان عملك تشتغل وانت موجود في هذا المكان محجوز بواسطه انه هذا السوار الالكتروني يعطينا فد اشاره انه اذا طلعت من عنده راح ياشر عندي. وان خرج هذا الشخص من الطوق الالكتروني اللي راح يكون متهم هو في الهروب من مكان الاحتجاز حتى نقدر نحكمه حكم اضافي اكثر وبعدين نصعده للسجن ونبقي اطول فتره. هذا راح يحتاج تعاون وزاره الاتصالات، راح يحتاج مثلا دوريات النجده تتواجد قريبه من لا مو بهالصعوبه يعني هو موجوده هي مطبقه، يمكن اللي يزور دول اخرى مثلا حتى هو مطبقه في مدينه العاب او شيء يعطونه سوار ويبين عند الطفل وين يتحرك، يعني مو عنده مشكله، هو مجرد انه انت تراد لك مراكز سيطره في مناطق مختلفة وعندك بيها مثلا كم واحد موجود بهالمنطقة 100 150، ومحدد الزون بداخله مجرد يتحرك عن الزون مالته هو يبين يعني حلقات ويتحرك بالدائرة الحلقة مالته. صارت قضية في مكتب مفتش عام وزارة الداخلية، صار اشتباه في إلقاء قبض على منتسبين في جهاز مكافحة الإرهاب، يعني كان هذا سوء تنسيق لو شنو كان سببه؟ عمان هذا الموضوع يمكن قبل ما نوصل احنا الموجود احنا او في بدايه وجودنا بس احنا ما عدنا يعني بالنتيجه نجري الاجراءات الضبط مالتنا علنيه ونجري مو اكو، اعتقد هم دعوا انه مو بمكافحه ابو طلعوا بمكافحه ارهاب او كانت حاله امنيه يعني كانت صار اشتباه يعني بالموضوع. لا مو اشتباه، يعني اكو ناس يعني صار عليهم تحقيق معين وهم كانوا موجودين منتسبين هسه خارج الواجب الرسمي داخل الواجب الرسمي، هذا موضوع يحسم التحقيق. وصار بيان برسمي يعني هذا الموضوع. يمكن بعض الكلمات في بعض البيانات شوية شنج الطرف المقابل أو تكون غير واضحة. يعني سبب بعض هالبيانات المتقابلة عندنا. طيب خلينا نحكي يمكن يداركنا الوقت، يعني قضية مجلس الأعلى لمكافحة الفساد اختير السيد جمال الأسدي لأن يكون منسق للمكاتب المفتشين العموميين،
يعني حكينا هواية قبل اللقاء في هذا الموضوع، لكن أنا أريد أركز على موضوع المجلس على مكافحة الفساد. اليوم صار أكثر من شهر أو شهرين من انطلاق، شنو البيانات الأولية اللي حصل عليها في هذا الموضوع؟ هسه اكو جنبتين بهذا الموضوع. هسه وليش مثلا هذا الشخص اجى في مجلس مكافحه الفساد؟ عموما الداخليه هي من الوزارات اللي يتعلق عملها في كل الوزارات العراقيه، يعني داخله في كل عمل الوزارات، يعني بالحمايات الشخصيات، في امن الوزارات، يعني الوزارات دائما عندها لازم عمل مشترك مع الداخليه. نعم. والداخليه عندها ايضا محكمه قوى امن الداخل، يعني في بعض الاحيان بعض الامور اللي تخص النزاهه هي ما تروح الى هيئه النزاهه وانما تحسن في محاكم قوى الامن الداخلي. نعم. والداخليه بها اكثر موظفين منتسبين، هم 560 الف موظفين اللي هم منتسبين وموظفين وزاره الداخليه. نعم. من هذا الباب نختير المفتش العام للداخليه باعتبار انه هذه الوزاره وزاره مفصليه للعمل، ان المفتش العام منها يكون عنده اطلاع على عمل الاخر لباقي المفتشين، وباستطاعته ايضا يتعاون مع المفتشين مثل ما هسه احنا متعاونين مع مفتش الكهرباء من سرقه محولات من الموصل وجينا حطينا الايد عليها ولزمنا المجرمين، من مثلا من النفط، من تهريب النفط وجينا اوقفنا المتسببين بهرب بتهريب هذه المئات الالاف من اللترات اللي موجوده، من مع وزاره الصناعه ان هي من تعطي خطوط المسير لبعض الاليات اللي تنقل البضائع او الحديد او شو تطلع هذه مزوره، يعني هو عنده الحركه لانه ابو الداخليه عنده سيطرات، عنده مراكز الشرطه، مراكز الشرطه عنده كله، فيتحرك فيتعاون، هذا السبب الرئيسي في مساله اختيار المفتشين العموميين يعني سابقا كان اكو ممثل عنهم في مجلس مكافحة الفساد 2011 و12 و13 وكان هو مفتش عام وزارة الصحة موجود. بعدها صار خيار انه يجي ممثل من الأمانة العامة من الوزراء هو يكون مسؤول عن المفتشين العموميين. وبعدها لغيت هذه الدائرة وأصبحت قسم في هيئة النزاهة. أصبح المفتشين العموميين ما عندهم تواجد ووجود في المجلس الأعلى مكافحة الفساد باعتبار مجلس الأعلى مكافحة الفساد موجود من 2008 مو جديد. فيحتاجون المفتشين العموميين أن أيضا يستمعون من الجهات الرقابية الأخرى، يستمعون من القضاء، يستمعون من رأس السلطة التنفيذية المباشرة للدولة ما هي اتجاه الدولة في مكافحة الفساد. اليوم يعني مكافحة الفساد هي مثل ما قبل شوية قلت لك المفتش العام، كل مفتش عام إلى رؤية في مكافحة الفساد، مو بالضرورة هذه الرؤية تتسق بنفس النسق، لازم انه يكون توحيد للنسق مالته لمكافحة الفساد حتى تكون موجة كبيرة لمكافحة الفساد، يجوز تبدأ صغيرة لكن اليوم بعد يوم تصير مثل كرة الثلج وتصعد وتتخذ اجراءاتها الطبيعية. فهذا السبب الرئيسي انه كنا احنا ممثلين عن المفتشين العموميين في مجلس مكافحة الفساد. قد معول على هذا المكتب ان يحقق الاشياء اللي اسس من اجلها. المجلس مكافحة الفساد لو المكتب؟ المكتب اللي هسه اللي تجتمعون به، يعني التنسيقي هذا اللي خاص بالمجلس الاعلى. يعني بالتاكيد اذا بالنسبه للمفتشين العموميين، الاخوه المفتشين العموميين كلهم من يصير عندهم ربط مباشر مع الاجهزه الرقابيه المباشره راح يشيلون الكثير من الهم عليهم في اداء اعمالهم. طيب. لذلك اكثر المفتشين الان يقدمون تقاريرهم مباشره تصل الى المجلس الاعلى لمكافحه الفساد لرصد بعض الخلل، سواء من اداء الموجودين بالسلطه التنفيذيه اللي موجودين بالحكومه او في بعض ملاحظاتهم اللي هم مثلا يحتاج لهم الى اسناد اكبر من الحكومه او من القضاء او من هيئه النزاهه بها، هذا مهم لهم. طيب. بالنسبه للمجلس الاعلى لمكافحه الفساد بالتاكيد نحتاج احنا. اليوم انا مثلا احتاج اقول هذا الموضوع الأهمية أكبر من هذا الموضوع، إذا هذا الاهتمام لازم يصير به أسرع وأكثر. طيب. حتى لا تضيع معالم الجريمة. طيب. إذا أنا ما عندي مجلس تنسيقي يركز على بعض الأمور المهمة راح أبقى أني أخوض في الأمور البسيطة والصغيرة وأترك الأمور الكبيرة. زين شو رأيك البعض هاجم هذا المكتب يعني المجلس الأعلى؟ نعم هاجمه بأنه تسميات متعددة، واحد يقول مجلس قيادة الثورة، واحد يقول إذا فشل لازم يتحاسب سيد عبد المهدي، هذه الأصوات شنو شلون رديتوا عليها؟ يعني هسه هو إذا هو كان هذا التأسيس شيء جديد يعني ممكن مبرر أنه كل واحد يجي يهاجم، بس هذا موضوع سابق يعني قديم يعني مستمر من 2008 صعودا. زين. أما أنت تقول لي هاجم، ماكو عمل ما يهاجم.
اليوم جنابك بالإعلام يصير انتقاد على هذا الموضوع، ذاك يصير انتقاد، الانتقاد أيضا هم يستمع، يجوز به بعض الملاحظات المهمة والجوهرية تعالج. إذا كانت به ملاحظات سطحية وما لها قيمة وما لها جوهرية، هذا تسمعها أنت تستفاد من عدها وتعبرها. أنت إحنا أكو شيء أساسي أساسي موجود بالبلد، إحنا الفساد عندنا موجود لو ما موجود، يعني المواطن دا يلمسه لو ما دا يلمسه، أنا دا أشعر بيه لو ما دا أشعر بيه، دا يصاعد لو ما دا يصاعد، زين هذه الأمور من تتصاعد ودا يكون موجود. أنا ما يحتاج لآليات جديدة لمكافحة، لو أبقى استمر بنفس الآليات السابقة مالتي، أنا مريض دا أنطي حباية وما دا يتعالج، شنو أسوي له جديد غير أغير للدواء، غير أغير الجرعة مال الدواء حتى أكون أكثر فعالية لمعالجة هذا المرض. إذا بعض الناس يريد يبقى بنفس آليات السابقة، ما معناها هو في داخله هو ما يريد يصلح الوضع الحالي، زين. هذا الأساس الموضوع. واحدة من التغييرات اللي ظن طرحت هو إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، يقول لك هم خلينا نغير، جوزها كانت هي سبب في ترسيخ الفساد داخل الوزارة، على اعتبار أنه وصل علاقة بين الوزير وبين مكتب المفتش العام، وبالتالي ما نوصل إلى نتيجة. شو رأيك؟ مو يعني عموما السلطة التشريعية لها صلاحية، لصلاحية تلغي كل شيء، أصلا تلغي مجلس النواب، نقول ليش مجلس النواب؟ تلغي مجلس المحافظات، نقول ماكو مجلس محافظات، تلغي الوزراء، ماكو الوزراء. يعني عموما المفتش العام هو سلطة رقابية، يعني ومو السلطة الأساسية في تأسيس الفساد، لأنه هو الإجراءات الفساد تجي تنفيذية مو تجي رقابية، الرقابية هي نوع من أنواع الرقابة. لا إذا ما حكينا في مثال، مثلا المفتش العام في وزارة الصحة صارت عليه مشاكل، وبعدين طلعت أكو ملفات فعلا حقيقية في داخل المفتش العام في مكتب وزارة الصحة. إذا خلل المنظومة لو خلل شخص؟ لا خلل شخص. زين أوكي، مثلا ليش الجهة الرقابية بس هي المفتش العام لو أكو جهات رقابية؟ يعني أكو جهات رقابية على مكتب المفتش العام؟ لا لا، جهات رقابية مثلا ديوان الرقابة المالية والنزاهة، طبعا موجود ديوان الرقابة المالية، النزاهة موجودة، نفس مجلس النواب، نفس مجلس النواب، هو مو جهة رقابية لو مو جهة رقابية. زين، هو ليش يريد يحمل مسؤولية إلى جهة واحدة؟ شو المفتش العام هو بعمومه مثلا، مفتش عام يعني شنو قدرته أنه يؤديها وشنو الصلاحيات الممنوحة لما مؤديها؟ هو سلطة المفتش العام هي التحقيق الإداري، والتحقيق الإداري يرفع إلى مصادقة الوزير، ومصادقة الوزير تذهب إلى جهة هيئة النزاهة التحقيق الجزائي، والنزاهة ترفع تحقيقاتها إلى مجلس القضاء الأعلى وقضاة التحقيق وقضاة هيئة النزاهة المختصين بالنزاهة. يعني سلسلة من يعني هذه سلسلة من الإجراءات، مثل ما الرقابة المالية تقدم التقارير، يعني الرقابة المالية تقدم التقارير والمفتش العام يجري التحقيقات في هذه التقارير. هذه أمور تختلف عن عمل جهة رقابية عن جهة رقابية تختلف. الرقابة المالية هي رقابة، يعني رقابة انفاق، يعني الانفاق هذا شلون ينفق وفق يا قانون وفق يا تعليمات وفق قانون الموازنة، إذا كان صحيح صحيح، غير صحيح غير صحيح، بس ما تبحث في عنوان الهدر العام. المفتش العام لا، يبحث بالهدر ويبحث بالانفاق في الناحية الإدارية، هيئة النزاهة تبحث جزائيا في هذا الفعل سبب ضرر مال عام يعاقب عليه جزائيا أو ما يعاقب عليه جزائيا. القضاء يحكم ويفصل في هذه المعلومات. هذه السلسلة إذا ما تكون متكاملة ما تقدر تشتغل. مجلس الأعلى مكاتب الفساد يجي واحد مثلا، أنت بدل ما تقول هيئة النزاهة تقول مثلا التحقيقات الإدارية غير مكتملة الأركان، أو مثلا القضاء يقول تحقيقات هيئة النزاهة غير مكتملة الأركان، انت تجمعهم في جهه واحده في ملف واحد، تقول لهم يابا وحدوا الاركان مالتكم وارفعوا لي التحقيقات حتى تكون هذه التحقيقات ما تاخذ من عندنا من وقت، ولا تخلي الفاسد يهرب من العقوبه. يعني هذا اصل الموضوع اللي البعض يقول ان مكاتب المفتشين العموميين شكل على عجاله، يعني لم يكن لدي فيه قانون يعني تنظيمي لهذه المكاتب، هو بني على قرار في زمن الحكومه المؤقته واستمر على هذا الموضوع، يحتاج إلى قانون لو ما يحتاج برأيك؟ عموما الأمر 57 سنة 2004 أمر برايمر هو اللي أسس مكاتب مفتشين عموميين. هذا الأمر أكو مشكلة عندي صراحة، أرجع على القضية التشريعية. أنت بالعراق أنت شو تريد، النصوص المرنة لو النصوص الجامدة؟ يعني أنا عندي انتقالات بالتشريع العراقي من 1918 إلى اليوم. أنا اليوم عندي قوانين نافذة بالعراق تقريبا 28 ألف قانون، عندي مواد قانونية نافذة فوق 240 ألف مادة قانونية، 76 ألف صفحة قانونية نافذة.
هذه كلها بيها متغيرات من النظام الاشتراكي للملكي لحزب البعث المجرم الى بعدين حزب القريه الوحده، حزب البيت الواحد، حزب الشخص الواحد، وانتقلنا بعدين الى برايمر قوانين مرنا، بعدين مجلس النواب الجمعيه الوطنيه تعاملت بالقوانين مرنا، بعدين مجلس النواب قوانين جامده، ولحد الان مجلس النواب ما عنده خط مسير ثابت انه هالقوانين والنصوص مالته جامده او مرنه. هذا الامر 57 هذا قانون مرن، يعني مواد مرنه تعطي مرونه للاجراءات الرقابيه بالتحرك. بعض الافكار انه تميل الى النصوص الجامده اللي هي تكون محدده للعمل. العالم غادر النصوص التشريعيه الجامده من 20 سنه مو من اليوم، واتجه للقوانين المرنه والصلاحيات العليا للسلطه التنفيذيه او للحكومه. ليش؟ حتى تصير عندها اطلقت اليد بالحركه والتغيير، لانه دائما التغيير بالتشريع يكون ابطا. ولهذا شوف عندنا اشكاليات احنا بالتشريعات مالتنا في كل موضوع. او درسيني انت مجلس النواب شو يريد يسوي؟ قوانين جامده لو مرنا على مود اقدر انا اجاوبك هذا الامر 57 صحيح لو غلط؟ انا لحد الان ما اعرف مجلس النواب وين، يعني وين اتجاه، لانه يصدر لي قانون نصوصه مرنه وبعد يومين يصدر لي قانون نصوصه جامده، وما عندي فلسفه تشريعيه ثابته. ممكن التعليمات تكون بيها مرونه في تفسير القانون؟ عموما التعليمات هي من مرونه النصوص، لانه انت دائما تخلي النصوص عامه بعدين تخلي تعليمات. خلي التعليمات، خلي يقول مجلس النواب التعليمات تصدر من عنده، خلي يقول بنظام يصدر مجلس النواب ولو انظمه والتعليمات تصدر من الحكومه، بس بالنتيجه خلي يقول على مود تكون عندك حريه بالحركه. أنا يعني اليوم أنا مثلا عندي فساد أحتاج من عندي سرعة أداء، ما أروح أجي على الإجراءات الروتينية اللي تخلي الفاسد أو المجرم ينهزم. طيب هذه مشكلة. طيب خليني أرجع شوية لأن بقالي وقت قليل إلى قضية وزارة الداخلية. أنت ذكرت رقم يعني أكثر من 600 ألف منتسب في وزارة الداخلية، 560 ألف اليوم. أيضا في قضية توطين الرواتب تجينا شكاوى كثيرة في قضية توطين الرواتب. وزارة الداخلية إلى الآن لم تشرع بهذا الموضوع، شنو السبب برأيك؟ يعني قصدك توطين الرواتب بالمصارف؟ بالمصارف العامة، اي الحكومية. يعني اولا هذا موضوع يعني تنفيذي مو رقابي، يعني احنا بالرقابة ما اقدر اتدخل بالامور التنفيذية، لهذا راح اخرج عن كدوري كمفتش عام واتحدث كمنتسب في وزارة الداخلية عام. احنا النظام المصرفي عندنا بعده في بدايات نشأته، بعده مو نظام حديث. عموما هم البنك المركزي هم يعني ما يتعامل بنفس السواسية بين المصارف الحكومية والمصارف الأهلية. بالرغم من أنه إذا أنت تريد تدعم القطاع المصرفي لازم أنه تتعامل مع القطاع الأهلي والقطاع الحكومي بنفس المستوى. بالمنطق العقلي المفروض أنا كدولة أتعامل مع الموظف وين ما يريد يوطن راتبه خلي يوطنه، سواء بمصرف أهلي أو مصرف حكومي، حتى أكون أسرع. بمجرد أنه أنا جبرت الموظفين أنه أوطنهم بمصرف حكومي سويت على نفسي عرقلة وصعوبة بالتوطين وأيضا تأخير. يعني هذه إشكالات تكون تنحل قبل ما نروح للتوطين. التوطين مو فشي صعب، هي مجرد جداول مال الراتب تروح للمصارف وتنسح، بس آلية صرف الراتب هذه هنا الإجراءات الإدارية صعبة. تعرف أنت الراتب بالنتيجة المصرف يحتاج من عندك أنه أنت تطيع عاز بالصرف، تطيع عاز بالاستقطاعات والمبالغ النقدية. هذه الآلية بين الإدارية وبين الدوائر ومع توزع وزارة الداخلية في كل العراق والتأخيرات فيها تسوي لنا إشكالية راد لها تنظيم أكثر. و يعني ممكن تصير بالمستقبل، لكن ليش بتصير؟ يعني بالعالم أنت من الأسس لمحاربة الفساد أنه ما تخلي سيولة مالية نقدية بالشارع، أنه تخليها سيولة إلكترونية حتى تعرف حركة الأموال وين تتحرك. أصل الفساد هو حركة المال سائلة بالشارع موجودة. من حطتها سائلة بالشارع أنت موجودة. أنت اسأل اليوم البنك المركزي يفترض أنه عنده 38 تريليون دوار بالشارع، المفروض هاي 38 تريليون تروح وتجيب المصارف دوارة. أنت اليوم الدوارة بالشارع ماكو 18 أو 16 تريليون، المبالغ الباقية كلها مخزونة مكنوزة بالبيوت، يعني ما خارجة خارج البيوت، نقد سائل. هذا النقد السائل هو أساس الفساد. تريد تنتقل أنت إلى مكافحة الفساد الرئيسية، خلي الأموال كلها إلكترونية متعامل عليها نقدية إلكترونية وخلص بها. تريد تتخذ قرار شجاع يعني تدمر به الفساد، أنت هسه غير العملة باكر وأطلب من كل واحد عنده أموال يقول لك شف لي على هاي أموالك من مصدرها. وإذا ما تقدر تكشف العملة ما يحتاج لطباعة، ما يحتاج لأموال، حتى لو يحتاج لطباعة بس راح تبين عندك أنت، يعني انت مجرد تقول لي اكشف لك انت بالبيت انت 100 مليون منين جايبه؟ اذا ما تقدر تكشف ادفع لي ضريبه 20%.
راح يبين عندك انت كل فيها ربما بعض الاحيان تجني على شخص مجمع فلوسه بالبيت، هو قد يشتغل اوكي ما يخالف اتفق وياك شغله اعتياديه مثلا، مثلا اني يعني مثلا انت عندك 50 مليار بالبيت، لا مو خل مو هيك رقم يعني مثلا 10 ملايين مثلا 20 مليون لا لا ما تجي تدخل في مبالغ يسموها بسيطه، تتحدث على مبالغ تحدد مثلا من 500 مليون في صعود، يعني عندك 500 مليون صعودا المفروض اسالك مصدر هاي الاموال مين؟ مين جبت انت هذه السائله بي؟ انت بايع بيت؟ العين على راسي، انت مشتغل ايش قد راتبك؟ اضرب لي راتبك في السنين واضافه تجي انت. صحيح. مو معقوله انه انت عندك حاط لك بالبيت 7 مليارات 8 مليارات 10 مليارات وانت تجي تقول لي تعال والله انا قاعد ببيت اشتغل، يعني اشتغل تشتغل مثلا يعني تشتغل، فبالنتيجه هاي تبين هذه اسهل شيء هي العمله الالكترونيه من تتحول الكترونيا. زين. هذا يدفعني ربما الى سؤال وخل اختم به الحلقه، قضيه كشف الذمم الماليه للمسؤولين. البعض يكشف والبعض ما يكشف، شنو تستفادون من هذا الموضوع؟ هذا موضوع يعني يخص هيئه النزاهه. النزاهه تمام، بس انا هو اصل الفكره وين؟ يعني انت كشف الذمه الماليه طبعا في العالم مو هيك يتعاملون سنويا، احنا شويه سنويا. اصل الموضوع وين؟ انه انت من تدخل الوظيفه يفترض عندك ذمه ماليه فرضا 10 مليون دينار. نعم. وعقار وسياره. انت من تخرج من الوظيفه يفترض انه تخرج بهذا المال. اذا كان عندك انت خروج عن هذا المال بمبالغ اعلى من الطبيعي يفترض ان تسال. بس هو هل كشف الذمه المصالح الماليه هي الطريقه الرئيسيه لكشف الفاسدين؟ ابدا. لانه بعدين الفاسد هم يلقي المخارج لهذا الموضوع، يروح يخرج فلوسه يوديها تركيا، يوديها دبي، يسجلها باسماء اخرى يعني. يوديها لسويسرا يحطها برقم. شنو المشكله عنده مثلا الفاسد؟ يسجلها باسم غيره، يخليها بس نقد. بس انت ما تتعلمهم ترى، هم يعرفون هاي الاشياء يعني. انا باعتقادي يعني. لا انا باعتقادي يعني بالعراق بعد 2008 صار عندنا محترفين في هذا الموضوع. يعني محترفين في اداره اخفاء المال. تمام. احنا نشكرك على هذا الحوار الصريح يعني، نتمنى لك التوفيق ايضا في مسيرتك. اشكرك عزيزي. المفتش العام لوزاره الداخليه، شكرا جزيلا لك شرفتنا بهذا اللقاء. شكرا جزيلا. كادر الامال اخوان كلهم. شكرا جزيلا، وايضا الشكر موصول لكم احبه المشاهدين على حسن المتابعه والاصغاء، على امل ان نلقاكم في حلقات اخرى. اترككم في امان الله وحفظه. اي المناطق اليوم في العراق لا تزال خواص الرخوه؟ جواب دبلوماسي اكيد لديكم معلومات ممكن ان يعود فيها هذه الحكومه، هي التي تبنى كل المؤسسات في الحكومه فيها فساد.